السلام عليكم اخواتي، رمضان كريم. اليوم راح نقدم لكم طبق اللي يديروه كل الجزائريين، واللي هو شطيط حلحم. نبداو اول حاجه، تجيبي اللحم حسب العائله، نقطعوه مرصوات كما راكم تشوفوا. انا مازلت ما كملتلوش تقطيع. ثم نذكر لكم دوكا المكونات تاع شطيط تاعي. عندنا اول حبه طوماطيش، زوج صغار حسب واش راح ديري. عندي تكسكر فيهم مليح، وعندنا ايضا عنا ثوم، فص ثوم. تعرفوا باللي شطيط حلحم تحب ثوم بزاف. وعندنا فلفل حار، وعندنا الحميصه. بخصوص التوابل، لانه شطيط تحب يعني كل التوابل، انا حبيت اخترت عندنا هنايا عندنا الكركم، واللي ما عندوش ما توفرلوش الكركم يدير الزعفران. عندنا ايضا فلفل اسود، ايضا اللي يحب يدير فلفل ابيض يدير. عندنا هنايا فلفل عكري او فلفل احمر. نبداو على بركة الله الى طريقة التحضير. نكملوا الطهي تاعنا بالمكونات اللي وريتها لكم قبيل. اول حاجة جيبي مارغارين او زبدة اللي عندك. عند ديري ملعقة كما راك تشوفي، ديري ملعقة زبدة. نجيبوا اللحم تاعنا اللي قطعناه من قبيل، نحطوه في القدرة تاعنا. انا راني هنا ندير على نار هادئه، دوك نبدلو على الكبير باش يبان مليح، باش ما ينقصلو شويه. نخليوه هو في العود اللي راهو يتقلى. نزيدو حنا الزيتيس تاوعنا اللي قلت لكم عليهم من قبل. اول حاجه نكربجو الثوم عليها، شطيط حلحم تحب نقصلو شويه. شطيط حلحم قلت لكم تحب ثوم بزاف، لانه لازم تجي عاقده، خاصه اللحم بقري كيما اللي راني درتو. دوكا نديرو ربع بصل، انا ما نحبش تجيب لا بصل، بيسك البصل توجور يجي في الماكله بنين. كاين اللي يديروها بلا بصل، مي انا نحب درت ربع حبه صغيره تاع بصله. نخلطوه مع اللحم تاعنا، نخلطوهم. دوكا نزيدو لي زيبيس تاوعنا. اول حاجه نديرو مغرفه، نص مغرفه صغير فلفل كحل. نديرو ثاني نص او ملعقه كركم، واللي ما عندوش او يدير زعفران يقدر يبدلو بالزعفران كيما قلت قبيل. وعندي ندير ملعقه فلفل عكري. نزيدو ملعقه كمون يمشي بزاف مع اللحم، يجي بنين بزاف. لوحو زوج ولا انا هذا راسي كفيني، لانه حار بزاف يبان صغير، ما حار بزاف. هنا
نزيد نكرفج طوماطيشه هي تزيديها مع الاخر ما انا نديرها دوك نحبها طيب مع اللحم نزيد لها الطماطيش مزيان الغاز ما تزيدولوش بزاف نقصولو غير بشويه بشويه باش ما تحرق لكمش مع التحريك دي جبدة الريحة شهي ديروا الملح بلا ما تنساوش هاي ديروا زيدوا ملعقة ملح ونخليوها تتقلى في نفس الوقت راكي حطيتي كاسرونة من هيه تاع الماء يسخن لانه ما ديريلوش الماء بارد لانه اللحم هذا كون ديريلو الماء بارد مش راح يزرب باش يطيب لك يبقى يطول في الطياب تاعو كنت انا ديجا غليته من قبل ونضيفه نمرق نمرق ونغلق عليه حتى يغلي كي يغلي نزيدو له الحميصه نزيدو له الحمص اللي راكم تشوفوا فيه بعد ما يتغلى لنا الماء تاعنا المرقه تاعنا هنا راهي طابت الشطيحه تاعنا وجدت جات الله يبارك جات هايله ريحتها تشهي هاي هذه هي الشطيحه تاعنا وجدت جات ما شاء الله ما من ذوق الله يبارك جات هائله نقول لكم اذا حضرتوها ان شاء الله ديروا لي جيم لا فيديو وش هي طيبه